برعاية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقام الاتحاد الأسيوي في هونغ كونغ حفل الجوائز السنوي للاتحاد لعام 2019، وذلك بحضور السيد جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم الأسيوية. قام معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة بتسليم الجوائز على مستحقيها في مختلف الفئات، وهنأ معاليه الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي السنوية، مؤكدا على أن الجوائز ذهبت لمستحقيها، ولافتا إلى أن الجميع فاز في هذه الليلة الكبيرة التي يحرص فيها الاتحاد القاري على تكريم المنجزين على امتداد عام كامل من البذل والعطاء والتميز والالتزام بأعلى درجات المسؤولية كسمات بارزة ميزت الكرة الآسيوية. أشار رئيس الاتحاد الآسيوي أن حفل الجوائز السنوية يتوج المنجزات المتميزة التي حققتها كرة القدم الآسيوية في عام 2019، وذلك من خلال النجاحات الواسعة التي حققتها على مختلف الصعد. اعتبر معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أن النجاحات التي تحققت في عام 2019 تشكل حافزا قويا نحو التطلع بكل تفاؤل إلى المرحلة القادمة من خلال البناء على المنجزات التي تحققت والعمل الدؤوب من الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية ومختلف أركان الكرة الآسيوية من أجل تعزيز مسيرة اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي أمال وطموحات منتسبي كرة القدم في القارة الآسيوية.